الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. الدعاء هو لجوء العبد إلى ربه جل وعلا بسؤاله ما يريد من جلب منفعة أو دفع مضرة، وهو من أعظم العبادات وأجلها، وفيه إظهار لذل العبودية لله تعالى والافتقار إليه ونفي الكبرياء عن عبادته. ولا يجوز دعاء غير الله تعالى من أموات أو غائبين، فذلك شرك أكبر. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. من آداب الدعاء: 1- أن يكون الداعي موحدا لله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ممتلئاً قلبه بالتوحيد. 2- الإخلاص لله تعالى في الدعاء. 3- أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى. 4- الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله. 5- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 6- استقبال القبلة. 7- رفع اليدين، ويكون باطن الكف إلى السماء على صفة الطالب المتذلل الفقير المنتظر أن يعطى. 8- اليقين بالله تعالى بالإجابة وحضور القلب. 9- الإكثار من المسألة، فيسأل العبد ربه ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، والإلحاح في الدعاء وعدم استعجال الاستجابة. 10- الجزم فيه. 11- التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. 12- الدعاء 13- إطابة المأكل والملبس. 14- إخفاء الدعاء وعدم الجهر به.